أريد أن أعرف أولا أي تشخيص لوضعية الاقتصاد الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيدتي على هذه الاستضافة لهذا المناقشة هذا الموضوع. أقول أنه إذا كان مطمح تحقيق يعني نموذج تنموي مندمج كما يطمح إليه المغرب، يرمي إلى إجراء مجموعة من التغييرات الهيكلية في جسم الاقتصاد الوطني، ولا سيما بعد ما أفرزته هذه الجائحة. فهناك تساؤلات يعني تطرح نفسها على اعتبار أن الزيادة في الدخل الوطني وتقليل الفجوات التوزيع ديالو وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا المطمح يبقى من ناحية النظرية والعلمية رهين مدى تحقيق معدل نمو اقتصادي يقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية، وأعني بذلك الإنتاج، التشغيل، الحد من الفقر إلى غير ذلك. وباش نفهموا هذا الشيء، هناك تساؤلات تطرح نفسها، هناك مجموعة من التساؤلات التي تطرح نفسها. التساؤل الأول، بغض النظر على هذه الظرفية التي إن شاء الله سنتجاوزها، رغم أنها كانت تلك القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال، لكن هناك تساؤلات ذات طابع هيكلي. أولها، هل طبيعة تطور معدلات النمو المحققة عبر الزمن هي مرتفطة فقط بظروف ضربية، أم هي نتاج تراكمات أخذت طابعا بنيويا مع مرور الزمن؟ هذا هو التساؤل الأول بعدك التي تطرح نفسه. التساؤل الثاني، يعني في إطار تشخيصنا للواقع الاقتصادي الوطني، كيف هو أداء هذا النمو الاقتصادي بالمغرب، يعني البروفيل ديالو؟ هذا السؤال يفرض نفسه من الناحية العلمية والسياسية، أنا المعقول السياسية من السياسات العمومية ماشي السياسة، بالنظر إلى التضاربات في وجهة النظر بين الفرقاء السياسيين وحتى المحللين الاقتصاديين، حيث تتشعب عن هذا السؤال أسئلة ثانوية أخرى. هل المعدلات المحققة في النمو كافية؟ هذا الشيء اللي كنحققوا فيه. ما مدى انتظامية معدلات النمو المحققة على مستوى المدى المتوسط والطويل؟ ما مدى استقلالية النمو المحقق؟ هل يتسم هذا النمو بالاستدامة أو لا سوتنابيليتي ديالو؟ وبالاندماجية، يعني أنه إلي انكلوسيف، لما كنحقوا واحد النمو اقتصادي ومعدل النمو هل يقتصم جميع المغاربة أم أنه تستفيد منها فئة دون أخرى، وهل يستجيب لمطلب المساواة في الاستفادة من نتائجه؟ التساؤل الثالث، شنو هي المكونات ومصادر النمو في المغرب؟ شنو هي المحددات دياله؟ لحقاش هذا السؤال كيبقى محوري، لأنه من الثابت أن الإجابة عليه هي التي تفسر لماذا تحقق بعض الدول معدلات نمو مرتفعة على مدى فترات زمنية طويلة مقارنة بدول أخرى. إجابة على هذا التساؤل تتطلب بداية استبيان ترجمة مساهمة مكونات الناتج الداخلي الخام. مثلا احنا في المغرب تنقولوا على راسنا بلد فلاحي، وهل احنا في بلد فلاحي فعلا ام بلد قروي؟ كذلك، هل وسائل الانتاج التي يتم تعبئتها تساهم في الرفع ما نسميه بالPTF او الانتاجيه الكليه للعوامي؟ ماذا اقصد بذلك؟ انه عندنا التمويل، عندنا البنى التحتيه، وعندنا العمل. ما كنخلطوا هادو ثلاثه كيعطيونا في الاقتصاد الوطني. هل التمويل ينصرف الى امور يستفيد منها الاقتصاد الوطني؟ هل عندما نعمل بجديه وبانتاجيه؟ وهل عندما يعني نقوم باعداد يعني بانشاء بنى تحتيه، هذه البنى التحتيه تكون كافيه للرفع من وتيره الاقتصاد؟ يبقى تساؤل رابع حتى لا احتكر الكلمه، ما هي مساهمه الطلب الخارجي في نمو الاقتصاد المغربي؟ وكيف يتموقع هذا الأخير على مستوى الدولي في تعمق سلسلة الإنتاج وصعود قوى جديدة والتوجه التدريجي نحو المناطق المستقلة للنمو؟ ولعل أنه الآن ما أفرزته
جائحة كورونا من تداعيات يبدو أن خريطة القوى الاقتصادية سيعاد فيها النظر رتبان قوى أخرى، والآن وستضمحل بعض البلدان التي يعني اقتصاديتها أبانت عن محدودية ما. هذه الأمور يجب أن تدفع المغرب حكومة ومؤسسات وفاعلين اقتصاديين إلى مراجعة الأوراق من استعداد إلى المرحلة المقبلة. تلك التساؤلات الأربعة التي طرحتها أعتقد أنها مهمة جدا للقيام بتشخيص عقلاني وعميق لاقتصاد المغربي.